السلام الله عليكم وتحياتي لكم. جيت نبارطاجي معكم هذه اللعيبه والسنه باش تشوفوها السينيال والناس كي سينياليوني في التيك توك، لان طحت لهم في الدبره. يعني الافكار ديالي جهنميه، يعني بنادم نزلت واحد الفكره ديال اننا نعمل ديو مناقبات ومحاجبات باش نقلو من البوز ديك الناس اللي كيشطحوا على المواقع التواصل الاجتماعي وبالضبط التيك توك. ناضوا شي نساء الله يجازيهم بالخير، ناضوا كيعملوا معايا ديو كذا، قال لك خونا هذا دخل في عقليه بشكل، لان يعني انا شخصيا يوتيوبر، يعني يوتيوبر دائما كيكون عنده شي، عنده الاضافه. الناس التيك توك ما عندهم حتى شي اضافه، فقط يعمل شي حاجه تافهه، يصور شي حاجه ولا يشطح ولا يعمل، المهم يعمل شي حاجه وصافي كتصدق وكتطلع. انا دابا ملي دخلت التيك توك دخلت وعندي افكار، هاد الافكار دابا المحتوى ديالي الواحد اللي كنعمل هو وديوس مع المحاجبات والمناقبات باش ندعموا هاد الناس هادو، ماشي زعما باش نطلعوا لهم قناه وزينهم، باش بحال نحبوا القلوب اجيال الصعيده في الحجاب والنقاب، ماشي فيما تدخل تيك توك تجبر يشطح ويردح يشطح ويردح يشطح ويردح. حنا التيك توك ديالنا في المغرب طالع بالشطح والغنى، ها هما بداو كيسينياليو لي فيديو عنده تقريبا جوج سيمانات ويومين، عاد دابا ناضو كيسينيالو. ها نتوما قراو على عينكم وشوفوا الامور بيدكم، باش ما نقولش كنكذب عليكم، لا حول ولا قوه الا بالله. نعمل افتح حساب جديد ان شاء الله وعادي نبدا، وانتوما كتشوفوا اخوتي ما خلونيش، اي والله ما خلوناش.